مشاهدينا الأكارم، أهلا بحضراتكم في الدقائق الأولى من اليوم 17 بعد 200، وهذه التغطية المباشرة المستمرة معكم على شاشة القاهرة الإخبارية لمستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، نرصد من خلالها التطورات الميدانية لعدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والتداعيات الإنسانية وردود الفعل الدولية والإقليمية. إلى هذا قال مصدر رفيع المستوى إن مصر تجدد تحذيرها لجميع الأطراف من تداعيات التصعيد الحالي في رفح الفلسطينية. أشار المصدر المصري رفيع المستوى للقاهرة الإخبارية إلى مغادرة وفدي حماس وإسرائيل عقب جولة مفاوضات امتدت ليومين في القاهرة. وذكر المصدر رفيع المستوى أن الوفود المشاركة في محادثات القاهرة غادرت للتشاور في ظل استمرار بعض النقاط الخلافية دون حسم. وأوضح أن الجهود المصرية وجهود الوسطاء مستمرة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف، خاصة في ظل التطورات الأخيرة في قطاع غزة. من جهته قال عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق إن وفد الحركة غادر العاصمة المصرية القاهرة متجها إلى العاصمة القطرية الدوحة. وأكد الرشق التزام وتمسك حماس بموقفها بالموافقة على الورقة التي قدمها الوسطاء، وشدد على أن إقدام إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية واحتلال الجانب الفلسطيني من المعبر يهدف إلى قطع الطريق على جهود الوسطاء وتصعيد العدوان. في المقابل قال مسؤول إسرائيلي كبير إن تل أبيب قدمت للوسطاء في محادثات الهدنة في غزة تحفظات على مقترح حماس لاتفاق إطلاق سراح المحتجزين، مضيفا أنها تعتبر أن هذه الجولة من المفاوضات في القاهرة قد انتهت. وأكد المسؤول أن إسرائيل ستمضي قدما في عملياتها برفح الفلسطينية وأجزاء أخرى من قطاع غزة وفق المخطط. كما قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات لديها ما تحتاجه من ذخائر لعملية رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى عمليات أخرى من المقرر القيام بها. وأشار المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مواصلة الجيش لعملياته العسكرية شرقي مدينة رفح الفلسطينية وتعميق العمليات شمالي القطاع لتشمل حي الزيتون في مدينة غزة، وذلك لمنع حركة حماس من إعادة بناء قواتها في المناطق الشمالية من القطاع. وقد قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جزءا كبيرا من قرار الولايات المتحدة وقف شحنة أسلحة أمريكية لإسرائيل سببه احتجاج مصر على عملية رفح الفلسطينية. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر مصري قوله إن على الأمريكيين إيجاد حل لتداعيات التصرفات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تدمر سبل الوساطة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة وحل الأزمة الجارية في القطاع. يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقف إرسال شحنة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية تتسبب في مشكلات مع مصر التي تحرص الولايات المتحدة على العلاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها. وقد قال متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض الأمريكي جون كيربي إن الإدارة الأمريكية توقع أو تتوقع أن تغير إسرائيل حساباتها بشأن اجتياح مدينة رفح الفلسطينية بريا بعد قرار الرئيس جو بايدن بوقف إرسال أسلحة بعينها للجيش الإسرائيلي. وأوضح كيربي أن الإدارة الأمريكية قدمت لإسرائيل بدائل عن اجتياح رفح بريا لهزيمة حركة حماس على حد وصفه، مشيرا إلى تشديد بايدن على عدم استخدام أسلحة أمريكية في أماكن بعينها في قطاع غزة. We'll be right back.
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باتريك رايدر إن الدفاع الأمريكية تبحث خططا لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حال اجتياح رفح الفلسطينية بريا. وأكد رايدر على أن الخسارة في أرواح المدنيين الأبرياء مأساة كبيرة، وإن على إسرائيل الالتزام بالقانون الإنساني الدولي. الولايات المتحدة تقوم بتقييم الموقف في رفح، وقد اتخذنا قرار بوقف أحد الشحنات الخاصة بالمساعدات العسكرية من أجل الوصول إلى القرار النهائي بكيفية استخدام هذه الشحنة، ولكن بشكل مخصص نحن نركز على الاستخدام النهائي لهذه الشحنات لهذه القنابل ذات الأعيرة المختلفة التي يمكن أن تؤثر على حياة المدنيين والتي يمكن أن تستغل في كثير من المواقع في غزة. هذا الأمر الذي نستمر فيه النظر إليه مرة أخرى. نحن ننظر إلى السياق الأوسع كما ذكرت الإدارة الأمريكية، ونحن نستمر في دعم إسرائيل في حاجاتها الدفاعية وتعزيز قدراتها اللازمة لها للدفاع عن نفسها. مرة أخرى، نحن نتحدث عن إحدى الشحنات التي تم إيقافها والتي تتشكل من قنابل ثقيلة. ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن رئيس جو بايدن كان واضحا بشأن مخاوف إدارته من أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية. قال ميلر إن إدارة بايدن لم ترى حتى الآن مؤشرات على قرب تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية، ومشيرا إلى أن حرب غزة أدت إلى معاناة إنسانية وخسارة كبيرة في الأرواح. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن واشنطن تعمل على وضع لمسات أخيرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. هذا وقد اتهم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي للانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، اتهم الرئيس جو بايدن بالتخلي عن إسرائيل واصفا تخليه بالقرار السياسي. وطلب ترامب الجالية اليهودية بعدم التصويت لبايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. If any Jewish person voted for Joe Biden, they should be ashamed of themselves. He's totally abandoned Israel, and nobody can believe it. I guess he feels good about it because he did it as a political decision. You have to do the right decision, not the political decision, but he did a very bad thing. I just want to let you... في المقابل، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إن المدنيين في غزة قتلوا بقنابل أمريكية عندما قصف الإسرائيليون المراكز السكنية، مؤكدا أن بلاده لن تمد إسرائيل بالأسلحة إذا اقتحمت المناطق السكنية في رفح الفلسطينية. أضاف بايدن في تصريحات لشبكة CNN الأمريكية إن وصول الجيش الإسرائيلي إلى الحدود تسبب في مشكلات مع مصر التي يحرص على وجود علاقات معها وعلى المساعدة التي تقدمها. Have those bombs, those powerful 2,000-pound bombs, been used to kill civilians in Gaza? Civilians have been killed in Gaza as a consequence of those bombs and other ways in which they go after population centers. And I made it clear that if they go into Rafah, they haven't gone into Rafah yet. If they go into Rafah, I'm not supplying the weapons that have been used historically to deal with Rafah, to deal with the cities, to deal with that problem. We're going to continue to make sure Israel is secure in terms of Iron Dome and their ability to respond to attacks like came out of the Middle East recently. But it's just wrong. We're not going to supply the weapons and the artillery shells used that have been used. Artillery shells as well. Yeah, artillery shells. So, just to understand what they're doing right now in Rafah, is that not going into Rafah as you define it? No, they haven't gone into the population centers. What they did is right on the border, and it's causing problems with right now in terms of with Egypt, which I've worked very hard to make sure we have a relationship and help. But I've made it clear to Bibi and the War Cabinet, they're not going to get our support
if in fact they go in these population centers. We're not walking away from Israel's security. We're walking away from Israel's ability to wage war in those areas. So it's not over your red line yet? Not yet, but it's we've held up the weapons. We've held up the one shipment as an old shipment design. أما في المقابل فقد أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده ستواصل إجراءات ترخيص مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل. وصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حجم صادرات الأسلحة البريطانية لإسرائيل بالصغيرة، مشيرا إلى خضوعها لإجراءات صارمة حسب قوله. هناك فارق جوهري بين كميات الأسلحة الضخمة التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتوريدها إلى إسرائيل والكميات التي تقوم بريطانيا بتوريدها. أعتقد أن صادراتنا الدفاعية إلى إسرائيل أقل بكثير من 1% عن صادرات واشنطن. وفيما يتعلق برفح الفلسطينية، لن ندعم بعض العمليات الكبرى المزمع أن يقوم بها الجيش الإسرائيلي، وذلك إن لم يكن هناك خطة واضحة المعالم لحماية المدنيين وإنقاذ الأرواح. وإلى هذا التوقيت نحن لم نرى تلك الخطة، لذلك نحن لا نؤيد عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح الفلسطينية في هذه الظروف. في تل أبيب أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مجلس الحرب ومجلس الوزراء سيعقدان جلسات بشأن كيفية التصرف بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن. كان بايدن أعرب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مخاوفه بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية قبل إجلاء السكان، وهدد بأنه سيوقف شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل إذا أمر نتنياهو باجتياح كبير للمدينة. من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إنه لا يمكن إخضاع دولة إسرائيل، وإن الجيش سوف يحقق أهدافه في الشمال والجنوب من قطاع غزة. وأشار جالانت في رده على تلويح الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل إلى أن الجيش الإسرائيلي سيحقق أهدافه في الشمال والجنوب وسيشل حماس ويدمر حزب الله ويحقق الأمن، مضيفا أنه سيحافظ على وجود دولة إسرائيل مهما كان الثمن. وفي المقابل دعا مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إلى عدم بيع الأسلحة لإسرائيل. أوضح بوريل أن القصف الإسرائيلي لن يتوقف قبل نفاد الذخائر الموجودة بحوزته. وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي منقسم حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من القاهرة السيد أحمد كمال البحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. سيد بحيري مرحبا بك، هل يمكن أن تفلح خطوات بايدن الآن في تقليل السلاح المقدم أمريكيا لإسرائيل في خطوات إسرائيل على رفح الفلسطينية، خاصة مع القصف العنيف المستمر الذي تبعناه على الشاشة قبل ساعة من الآن تقريبا؟ يعني خلينا أقول لحضرتك في نقطتين، في نقطة بالتمني وأكيد نتمنى ذلك، ولكن الواقع عكس ذلك. التمني أن تتمكن المصلحة الأمريكية من الضغط على إسرائيل بوقف المجازر التي تقوم بها سواء في القطاع في مجمل أو في رفح في الفلسطين، ولكن الواقع يقول أن المصلحة الأمريكية حتى هذه اللحظة لم تتخذ قرارا للضغط الجدي على إسرائيل بوقف هذا. والخلاف هو خلاف تكتيكي وليس استراتيجي حوالين ما يقوم به الجيش الاحتلال في رفح، بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها مانع من سيطرة للجيش الاحتلال على مناطق في رفح، ولكن الخلاف حوالين الدخول إلى المناطق السكنية وطبيعة العملية. بمعنى إذا كانت العملية، وهذا الخلاف الدائر ما بين واشنطن وتل أبيب منذ أكثر من شهر، إذا كانت العملية يمكن أن تقوم بعملية السيطرة على قطاع رفح بدخول قوات الاحتلال إلى المدينة بأقل قدر من الشهداء، لا ليس لدى الولايات المتحدة الأمريكية وواشنطن أي مانع في ذلك. فهنا النقطة ليست رغبة حقيقية أمريكية لوقف وجبح جماح نتنياهو وقوى الاحتلال من العمليات، ولكن الخلاف
لما فيه جاء في صفقة السلاح الأخيرة، وهي صفقة واحدة تم وقفها، ولكن باقي صفقات السلاح تم تنفيذها وتسليمها إلى تل أبيب. معنى ذلك أن إذا أرادت الولايات الأمريكية أن تتخذ قرار، هناك أكثر من الأداة. الأولى أن تقوم بإيقاف كافة التسليح لتل أبيب. الجزء الآخر هي التلويح أو سحب الخبراء العسكريين الأمريكان المتواجدين في إسرائيل لصيانة الطائرات الـ F-16 والـ 35 وغيره من سرب الطائرات الذي يقوم بقصف قطاع غزة ورفح، وأيضا الدبابات والمدرعات والمجندرات التي يقوم خبراء أمريكان متواجدين الآن في عملية الصيانة والدعم قطع الغيار لهذه القطع المسلحة التي يقوم بها ويستخدمها الجيش الأحيان. الجيش الأحيان لا يستخدم فقط السنابل الذكية التي تحدث عليها بايدن، الجيش الأحيان يستخدم كل الأسلحة الأمريكية، وقطع الغيار ما زال منافذ ومخازن قطع الغيار الأمريكية مفتوحة بدون سقف لتمويل الجيش الأحيان. الجزء الآخر، هناك مستوى سياسي يمكن أن الولايات المتحدة الأمريكية أن تتخذ قرارا واضحا في مجلس الأمن يلزم الولايات المتحدة يلزم تل أبيب بوقف العدوان على رفح. لكن حتى هذه اللحظة واشنطن ما زالت تستخدم حق المفروض فيتو في كل المرات التي حاولت فيها الدول لاستخدام المرة الأخيرة، وهي كانت غير ملزمة ولم تخضع للفصل السابع، ولكن تحاولت تهرب الولايات المتحدة الأمريكية بقرار أنا آسف مايع باللغة العامية المصرية لمحاولة الهروب والقصف إلى الأمام في مغازلة الداخل والرأي العام العربي، وليس بهدف وقف إسرائيل. طيب يعني إذا اعتبرنا أن كلام بايدن لنتنياهو في المحادثة الهاتفية التي جرت خلال هذا الليل كانت ربما محددة من قبل بايدن بأهمية عدم الدخول بريا بشكل كبير إلى رفح الفلسطينية، ربما كان رد نتنياهو واضحا أنه سيواصل القتال حتى لو كان القتال بالأظافر حسب ما قال نتنياهو في هذه المحادثة الهاتفية. الآن هذا القصف المدفعي لوسط وشرق رفح أستاذ بحيري، هل هو ربما يعني ضغط إسرائيلي مقابل على القرار الأمريكي أو الرغبة الأمريكية، أم أنه إنهاء في هذه الحالة لأي سبل مفاوضات يمكن أن تجري لبحث أو الوصول إلى تهدئة ووقف لهذا القتل؟ لا، أنا أعتقد أن تل أبيب تؤكد على أن العلاقة ما بين تل أبيب ومؤسسات الدولة العميقة في واشنطن وفي الولايات الأمريكية أكبر وأعمق من تصريحات بايدن، وأن بايدن ليس لديه القدرة على إعادة صياغة التحالف الاستراتيجي منذ 48 ما بين واشنطن وبين تل أبيب. والدليل على ذلك أن المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي تحدث على أن إسرائيل خط أحمر، أن إسرائيل خط أحمر، والتعاون والدعم الأمريكي لإسرائيل سيستمر، ولكن الخلاف حوالين شكل الدخول والاقتحام. يعني معنى ذلك أن ما قام به نتنياهو أنه مازال يعي جيدا أن ما قاله بايدن هو يعبر عن بايدن ويعبر عن البيت الأبيض وليست عن باقي مؤسسات الدولة الأمريكية، والتي ما زالت حتى هذه اللحظة أكثر قوة وأكثر دعما في فرض إرادتها لدعم قوات الاحتلال فيما يحدث في قطاع. الآن أنا أعتقد أن هناك، وما زلت أؤكد على هذا الأمر، إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضع حدا لنتنياهو تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية كدولة وليس فقط كبايدن، وطبعا الرئيس الأمريكي لديه الصلاحيات الكبرى بتنفيذ هذا الأمر إذا أراد ذلك. لكن ما زال حتى هذه اللحظة بايدن ينظر على الشاشة، لكنها شاشة تلفزيون مقسومة نصين زي ما حضركم عاملين الآن على الشاشة، نص خاص بالداخل الأمريكي عينه على الانتخابات، عينه على اللوبي الإسرائيلي، عينه على الجماعات الضغط، عينه على المظاهرات الداخلية في الجماعات الأمريكية الرافضة للعدوان والاحتلال الإسرائيلي. وكثيرا من التصريحات التي تخرج من بايدن خلال الساعات الماضية هي جزء منها الاستهلاك المحلي الأمريكي أكثر منها أنها ضاغطة أو ضغط حقيقي وجدي على تل أبيب. إذا أراد بايدن، هناك ويليام بيرز قام بمجهود نعم منذ مجيئه إلى القاهرة والذهاب إلى الدوحة ثم العودة إلى القاهرة وتل أبيب ثم العودة إلى القاهرة مرة أخرى ولقاءاته، لكن ما زال لديه مندوبه مدير المخابرات الأمريكية قادر على فعل الكثير في الغرف المغلقة، خاصة بلقاءاته مع نتنياهو ومع المسؤولين الاستخبارات في الموساد والشباك وباقي مؤسسات الدولة وباقي أجهزة دولة الاحتلال، قادر على فعل الكثير. حتى هذه اللحظة أعتقد أني ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن ترضى في اتفاق مع تل أبيب إذا تم
تنفيذ احتلال لرفح، وهذا خطر، وهذا هو الجزء المتناقض مع الرؤية المصرية. الرؤية المصرية ترى أن هناك خطورة في دخول رفح، ليست الخطورة في فقط في التوسع في العمليات في رفح، لكن الدخول لرفح في حد ذاته خطورة. استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في حد ذاته خطورة، ليس خطر خطورة على الدولة الفلسطينية وعلى القضية الفلسطينية، ولكن خطورة على الأمن الإقليمي بما فيها الأمن الإقليمي. وهذا ما كان الرئيس المصري اليوم في محادثاته مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. لكن أيضا أستاذ بحيري، ربما نتنياهو ينظر إلى الشاشة كما تفضلت الآن بنصف عين، هناك عين ترصد ما يحدث في الشارع الإسرائيلي من ربما مطالبات مستمرة منذ عدة أسابيع أو عدة أشهر لإعادة المحتجزين الإسرائيليين، وهم الآن تقريبا كما تقول الرواية الإسرائيلية موجودون في رفح، ورفح الآن تقصف إسرائيليا في جانبها الفلسطيني، فبالتالي هذا ضد رغبة الشارع، وهذا أيضا يجد تصعيدا كبيرا من الوزراء اليمنيين كما يطالبون الآن باستمرار الحرب والقصف على رفح الفلسطينية وحتى بإغلاق المعابر جميعها. يعني الوزير بن غفير سيقدم حسب ما قال طلبا لتصويت في الكنيسة الإسرائيلي يوقف تماما إدخال أي مساعدات عبر المعابر، هذا ناهيك عن الاعتداءات المستوطنين على ما يدخل من هذه المساعدات باعتدائهم على كل الشاحنات الداخلة بها، فبالتالي هناك استمرار لحالة السياسة العنيفة الإسرائيلية ضد رفح الفلسطينية بغض النظر عن أي مواقف دولية أخرى أو أي محاولات هنا أو هناك. بالتأكيد نتنياهو بالمقاربة نفس الشاشة اللي بينظر على بايدن، بينظر نتنياهو الشاشة منقسمة اثنين، اليمين المتطرف في داخل إسرائيل، وهو كل تصرفات نتنياهو وحكومته هي لمغزلة اليمين المتطرف داخل إسرائيل، والنصف الآخر من الشاشة نتنياهو ينظر لنتنياهو نفسه، هو البحث عن فرصة نجاة وعن طوق نجاة، طالما أن أمد الحرب مستمر هو يصبح نتنياهو في مأمن، انتهاء الحرب يعني نتنياهو هو انتهاء نتنياهو، لذلك الحرب الجارية الآن هي حرب لمغازلة اليمين وحشد اليمين المتطرف داخل إسرائيل والبحث عن طوق نجاة نتنياهو، لذلك الحديث حوالين وضع عراقيل من نتنياهو وهذا الإصرار والمغازلة والحديث حوالين القتال بالأظافر وكل هذه المصطلحات العاطفية هي كلها تنصب بشكل أساسي لنجاة نتنياهو ولمغازلة وحماية من قبل اليمين المتطرف، ومن ثم نحن نتحدث عن هذا العدو الذي لديه فقط شخصية سيكوباتية، لديه شخصية تمتلك الكثير من الأمور الشخصية التي يبحث بها عن نفسه، لذلك الأدوات أعتقد أن هي بتأخذ مسافات طويلة، ما حدث من مفاوضات شاقة ومن دور للقاهرة خلال الساعات الماضية ومحاولة تقريب وجهات النظر ومحاولة لصياغة أكثر من نقطة للوصول إلى اتفاق حفاظا على الدولة الفلسطينية وحفاظا على الشعب الفلسطيني وحفاظا على الأمن القومي المصري والأمن الإقليمي. نعم. نتنياهو يصر أيضا للمغامرة ليس فقط بعلاقته الاستراتيجية مع بعض الدول الأوروبية وأيضا حتى للتباين بينه وبين بايدن، ولكن ما زال يسير في مسار وطريق يغامر أيضا ببعض القوى الإقليمية المتواجدة حتى يقوم للحماية عن نفسه. الآن أعتقد أن نتنياهو لا يبحث عن مبادرة للتفاوض بينه وبين المقاومة وحماس، نتنياهو يبحث عن طوق نجاة، يريد أن يتم تقديم له طوق نجاة، وهذا لا يمكن تحقيقه. ما يمكن تحقيقه هي أفضل صيغة تم وضعها الآن هي صيغة المبادرة المصرية. الاطلاع أو ما سرب، خلينا نحن نتكلم على ما تم الاطلاع عليه، يمكن أن يكون هناك أمور لا يمكن ما تمش الاطلاع عليه، لكن ما تم إعلانه من بعض وسائل الإعلام حوالين الورقة المصرية المقدمة بمراحلها الثلاثة والتي قبلتها حماس، أنا أعتقد هذا الأمر هي أفضل ما يمكن أن يقدم في هذه المبادرة، وحتى ذلك ما زال نتنياهو يعاني في الأمر ويريد استغلال الوقت لأطول وقت ممكن في محاولة للبحث عن ما يسمى انتصار زائف. وربما نتنياهو سيبحث عن مزيد من هذا الوقت أستاذ بحيري بعد ساعات في اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي مع الكابينت الإسرائيلي، لكن الأنباء أيضا تأتي متضاربة من داخل الجيش الإسرائيلي، يعني هناك أنباء أن مجلس الحرب قد يؤجل عملية اجتياح رفح بناء على ضغط أمريكي مصري، هذا في جانب. في جانب آخر إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول إنه لا توسيع لمناطق العمليات في رفح بسبب الضغط الأمريكي ومفاوضات القاهرة المستمرة،
وهذا ربما رأينا عكسه في هذا القصف الإسرائيلي على شرق ووسط رفح. في المقابل أيضا هارتس الإسرائيلية تقول عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين أن هناك قلق بشأن تدهور العلاقات مع إدارة بايدن. بين كل هذه الأنباء المتضاربة من داخل الجيش الإسرائيلي أستاذ بحيري، كيف يمكن أن تفهم المرحلة المقبلة من قرارات نتنياهو ووزرائه اليمنيين المتطرفين إذا جاز التعبير؟ حتى هذه اللحظة الصوت الأعلى داخل دولة الاحتلال هو لنتنياهو والوزراء المتطرفين، لكن أنا أعتقد أن كل يوم بيمر هناك أصوات من داخل الدولة العميقة في دولة الاحتلال وعرأسها المؤسسة العسكرية وبعض أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي أصبحت ضاغطة على نتنياهو، لأن مؤسسة دولة الاحتلال العسكرية وبعض الأجهزة الأمنية تعي جيدا أن دخول رفح هي كارثة، ليس فقط كارثة على الشهداء من المدنيين، هذا أمر غير مطروح أصلا على يد دولة الاحتلال، ولكن على الجنود الإسرائيليين، على العلاقة مع بعض دول الجوار المتواجدة في المنطقة، العلاقة مع بايدن، العلاقة مع العديد من الدول الأوروبية، وخاصة أن لأول مرة من 48 تخرج بعض الدول الأوروبية للحديث حوالين تقديم مشروعات قانون للاعتراف بالدولة الفلسطينية بشكل منفرد، وهذا تغير كبير في سياسة دولة الاحتلال مع بعض الدول الأوروبية ذات الثقل والوزن، حتى وإن كان الثلاثي الأكبر في المجموعة الأوروبية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ما زالوا مؤيدين وبشكل خاص ألمانيا وبريطانيا لسياسة دولة الاحتلال، إلا المتغير الأكبر هو حدوث انشقاق في بنية المجموعة الأوروبية بخروج عدد كبير من الدول الأوروبية تتحدث الآن عن حق الدولة الفلسطينية والاعتراف منفردا، مما يعني أن هناك خسارة لدولة الاحتلال على مستوى. سموتريتش وزير المالية الإسرائيلي المتطرف يقول إنه لم نكن الآن أقرب من إعلان دولة إسرائيلية أكثر من الآن، فهناك يعني حتى في الداخل الإسرائيلي ما يتخوف من هذه الخطوة التي ربما نرى إشارات فيها في اعتراف عدد متزايد من الدول بدولة فلسطين. صحيح، ومعنى ذلك أن هناك تخوفات في بنية الدولة العميقة لدولة الاحتلال. هذا الأمر هو اللي في اعتقادي هو المتغير، هو الأهم. بدأ يأخذ منحنى تصاعدي عبر استقالات أو تهديد باستقالات من بعض المسؤولين حوالين بعض الأصوات الرافضة لاستمرار سياسة نتنياهو في عمليات المجازر الوحشية في قطاع غزة واستمرار الحرب، حتى في زعيم المعارضة وبعض مكونات الكنيسة والحكومة أصبح الآن على المحك. هذا هو الضغط الحقيقي الذي يمكن أن يحول أو يعيد تفكير أو يمنع نتنياهو من استمرار هذه الحرب. أما باقي الحديث حوالين تصريحات بايدن وإن كانت يمكن الاستفادة منها أو إلخ من هذا الأمور التي حدثت على مدار المستوى السياسي، أنا أعتقد حتى هذه اللحظة التعويل عليها بشكل كبير، فأن هناك متغير جذري رئيسي في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، أنا أعتقد أنه مبالغة شديدة البناء عليها في التحليل والقياس في مسار المرحلة القادمة، أعتقد أنه هو خطأ منهجي يمكن أن نقع فيه. لذلك لابد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح بواقعية شديدة بناء على فهم حقيقي للعلاقات ما بين واشنطن وتل أبيب وتمرة. الخط الأحمر الأول والأخير بالنسبة لواشنطن هو أمن إسرائيل، لكن أمن فلسطين وأمن الدول الإقليمية والعلاقات الاستراتيجية حتى لو تحدث عنها بايدن، أنا أعتقد تأتي في المراحل المتأخرة. إسرائيل بالنسبة لأمريكا خط أحمر، الشهداء المدنيين ليس خط أحمر بالنسبة لأمريكا، القضية الفلسطينية ليس خط أحمر بالنسبة لأمريكا، الصحفيين الأجانب وغيرهم ليس خط أحمر بالنسبة لأمريكا، ولا حتى الكثير من الأمور في منطقة الشرق الأوسط. هذا هو الفهم الدقيق للعلاقات الأمريكية الإسرائيلية، وخاصة ببنية المؤسسات الدولة العميقة في كلا الدولتين، ومن ثم لابد أن نضع تصريحات بايدن في نصابها الحقيقي ونبدأ عليها التحرك القادر حتى لا نقع في فخ أن هناك تغير يمكن أن يؤدي إلى مسار مختلف عما كان قائم. وهذه الواقعية أستاذ بحيري تؤكدها أيضا وضع ما يحدث الآن في معادلة الانتخابات الأمريكية الرئاسية المقبلة، يعني ربما ترامب دخل على الخط واتهم بايدن بأنه يعني يساعد على نصر حماس كما فهم من قوله في النهاية، فبالتالي وضع ما يحدث في معادلة انتخابية دقيقة جدا الآن ربما تعيد الإدارة الأمريكية ورأي بايدن عن مساره الموجود الآن في عدم تصدير سلاح لإسرائيل والعودة مرة أخرى إلى طلبات ربما من الكونجرس الأمريكي بزيارة هذه الأسلحة لإسرائيل. بالضبط،
وأضيف على حضرتك أن ما حدث حتى من النواب الجمهوريين بتهديد محكمة جنائية، يعني عندما يخرج نواب من الحزب الجمهوري في الكونجرس للتلويح بتقديم مشروع قانون بفرض عقوبات على قضاة في المحكمة الجنائية إذا قامت المحكمة الجنائية بوضع مذكرة اتهام اتجاه نتنياهو وبعض المسؤولين في حكومة نتنياهو، هذا أمر ما زالت الداخل الأمريكي ضاغط على بحسابات الانتخابات ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، والجمهوريين يحاولون اكتساب اكبر قدر من المكاسب بما فيها التلويح بتهديد المحكمه الجنائيه والقضاء اذا قام بفرض عقوبات على مسؤولين اسرائيل. ومن ثم الان الازمه تحولت، او الازمه ازمه فلسطين وازمه القطاع والمذابح التي تحدث في القطاع اصبحت كارت انتخابي على طاوله البيت الابيض والمرشح المقابل له ترامب. فالآن ليس بهدف وقف العدوان، ولكن إذا توقف العدوان من سيكسب؟ يعني الآن بايدن ليست حساباته عدد الشهداء من المدنيين، وليست حساباته إذا كان عدد الشهداء في رفح فهناك ما يقرب من 33 ألف شهيد على مدار ما يقرب من 7 أشهر، وهناك مجازر تمت في كنائس ومساجد ومستشفيات اتجاه صحفيين وإعلاميين تحت مسمى أو الحديث حوالين حرية الإعلام والصحافة والحماية الصحفيين، تم مجازر. لم يتحدث بايدن على مدار 17 بهذه اللغة، لذلك ما يتم الحديث الآن هو يخص الانتخابات الأمريكية، هو تراشق لكسب أصوات والجمهور الأمريكي ما بين بايدن وبين ترامب. ولكن تأتي في المرتبة بعد ذلك هو الصالح الأزمة، تأتي في المرتبة بعد ذلك المدنيين الفلسطينيين، تأتي في المرتبة بعد ذلك ما مسار الدولة الفلسطينية وحقوقها المهدرة منذ ما يقرب من 70 عاما. ومن ثم هذه التصريحات قراءتها في هذا التوقيت والتصريحات القادمة أيضا كلما تقترب الانتخابات في ظل استمرار هذه الأزمة، كلما نشاهد تصريحات لابد فهمها في نطاق الداخل الأمريكي أكثر من فهمها في نطاق حل الصراع الموجود الآن في فلسطين. أستاذ بحيري، أريد التوقف معك عند وصف الوزير وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لرفض الولايات المتحدة لعملية عسكرية كبيرة في رفح. يعني ربما الخلاف الآن حول، أو وجهة النظر الأمريكية الآن حول حجم هذه العملية، أن تكون واسعة وشاملة أو محدودة في بعض الأماكن، لكن في النهاية هذا ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل بأن تقوم بعملية ما داخل رفح، رغم كل ربما التحذيرات الإقليمية من مصر، من الأردن، من عدة دول، من عدة تكتلات كالاتحاد الأوروبي من خطورة مثل هذه العملية. بالتالي الموقف الأمريكي هنا تراه متذبذبا، تراه مائلا نحو وجهة النظر الإسرائيلية، تراه ربما متوائما مع مواقفه منذ بداية هذه الأزمة. هو مش متذبذب، هو واضح، الموقف الأمريكي واضح، وده اللي قلته لحضرتك في بداية حديث مع حضرتك منذ دقائق. الخلاف ليس هناك خلاف ما بين أمريكا وإسرائيل، هناك تباين في الرؤى وليس اختلاف وخلاف جذري في مفهوم الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع إسرائيل ودولة الاحتلال على قيامها بتصفية المقاومة حسب تعبيرات دولة الاحتلال بالدخول إلى رفح. الأزمة ليس في الهدف، الأزمة أو التباين في الرؤى حوالين التكتيك، كيف يتم تطبيق هذا العدد. هذه النقطة، هذا هو الخلاف، هذا الأمر يختلف عن الرؤية المصرية، هذا الأمر يختلف عن الرؤية الأردنية، هذا الأمر يختلف عن رؤية كثير من المجموعة العربية وبعض الدول الأخرى. أن الأمر لدي المجموعة مصر والأردن بشكل أساسي هو منع أو رفض، أولا استمرار العدوان كل هذه المدة، اثنين دخول رفح بأي شكل من الأشكال، سواء تكتيكي عبر قوات برية تصل إلى معبر رفح من الجانب الفلسطيني والسيطرة عليه، ثلاثة إن لابد من رفع وانسحاب القوات ورفع الحصار وإدخال المساعدات كما جاءت في بعض التصريحات خلال الساعات الماضية. الأمر إذا استمر 3 أيام 4 أيام أخرى سيكون هناك كارثة حقيقية داخل قطاع غزة. لأول مرة منذ بدء الأزمة ومن 7 أكتوبر وقطاع غزة يمنع عنه كل شيء، يعني كان هناك منع من المنافذ والمعابر المتواجدة ما بين الأرض المحتلة والقطاع، لكن كان معبر رفح أو حتى عبر معبر كرم أبو سالم من عن طريق المساعدات التي تدخل عن طريق الجانب المصري مستمرة. الآن معبر رفح من الجانب الفلسطيني مغلق،
معبر كرم أبو سالم من الجانب الفلسطيني ومن الجانب الإسرائيلي مغلق، المعابر على الأرض المحتلة من الشمال ومن من الشرق القطاع مغلقة منذ 7 من أكتوبر، ومن ثم نحن نتحدث عن قطاع ممنوع عنه كل شيء. هذا يضاف إلي أن عدد الجرحى والذين كان يعني يتم الذهاب بهم عبر معبر رفح للدخول سواء للعلاج في مصر أو في بعض الدول الأخرى حسب الاحتياج، أصبح الآن الجرحى والمصابين مهددين حياتهم خلال ساعات وخلال أيام قليلة نتيجة عدم تمكنهم من تلقي العلاج. يعني ما يحدث الآن ليس خلاف فقط على اجتياح أو مجزرة من دولة الاحتلال، ما يحدث الآن هو مجزرة حقيقية، ما يحدث الآن جريمة حقيقية لم تحدث في تاريخ البشرية، بأن يكون هناك غلق كامل على مدار 4 أيام حتى هذه اللحظة لكل المعابر والمنافذ لدخول المساعدات ومنع الجرحى من تلقي العلاج عبر معبر رفح لدخول الأراضي المصرية. ومن ثم نحن نتحدث أن هناك تباين في الرؤى حقيقي بقى ما بين الرؤية المصرية والأردنية والرؤية العربية وبعض الدول الأخرى مع الرؤية الأمريكية. هنا هناك رفض مطلق لما يحدث، هناك تباين في التكتيك على كيفية تطبيق الهدف. دي النقطتين اللي فيهم خلاف حقيقي حتى لا يتم يعني ايه حتى لا نصل الى مرحله ان هناك تذبذب في الموقف الامريكي. ليس هناك اي تذبذب في الموقف الامريكي، لم يرصد اي مؤشر حقيقي ان هناك تذبذب في الموقف الامريكي، هناك تطابق واتفاق في الموقف الامريكي وفي الاهداف، الخلاف في التكتيكات وليس في الاستراتيجيه. طيب الان عادت الوفود المشاركه في مباحثات القاهره، وفد حماس عاد إلى الدوحة، وربما عاد وفد إسرائيل الولايات المتحدة برئيسها رئيس جهاز المخابرات الأمريكية CIA. مع كل ما جرى من جهود مصرية لرأب كل أنواع الصدع الموجودة في وجهات النظر بين كل الأطراف، الوصول إلى تفاهمات أو إلى نقاط وسط بين الجميع، كان هناك تعنت واضح من طرفي نزاع بين حماس وإسرائيل في من جانبين، وربما عدم اهتمام أكبر من الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل كطرف فاعل في هذه العملية بالذهاب إلى نقاط تفاهم. فبالتالي كل الأطراف كانت مشتركة، إسرائيل، حماس، الولايات المتحدة، في عدم الذهاب إلى نقاط موحدة رغم كل الجهد المصري المتواصل، كل الجهد الذي قدمه المفاوض المصري بطول نفسه خلال أشهر من المباحثات. بالتالي هل يمكن أن نصل في النهاية إلى نقاط اتفاق حول ما يفضي إلى وقف إطلاق النار، أم أن ربما الأهواء بين الأطراف كلها تمنع الوصول لهذا الهدف؟ سيدي أقول لحضرتك على ما سرب من الصحافة الأمريكية والإعلام دولة الاحتلال حول لقاء مدير المخابرات الأمريكية مع نتنياهو والخلاف الحقيقي، لذلك أنا أحمل دولة الاحتلال المسؤولية خلاص بشكل أساسي. النقطة الأساسية لدى نتنياهو والذي يصمم على أو الذي أعطاها لمدير المخابرات الأمريكية لإفشال ما يحدث في القاهرة هو أن يحق لدولة الاحتلال شن هجوم إذا ادعت الحاجة. هذه نقطة في منتهى الخطورة، وهذا أمر يعني أن يمكن أن أوقع الاتفاق الآن وبعد أسبوع أو اثنين تحت أي مسبب آخر أو أي سبب آخر تقوم دولة الاحتلال بشن هجوم آخر على القطاع، وهذا أمر لا يمكن قبوله. نحن نتحدث إذا أردنا وهو إذا أردنا أن نصل إلى اتفاق حقيقي عبر المبادرة بتقسيماتها الثلاثة التي تم يعني إعلان أجزاء منها، نحن نتحدث عن التزام بوقف حقيقي لإطلاق النار وانسحاب الجيش الاحتلال من قطاع غزة. لكن الحديث حوالين أن يحق لإسرائيل تحت أي مسبب أي سبب آخر ينبع لدى الدولة الإسرائيلية نتنياهو نفسه لإعادة شن هجوم، معناها أننا بعد فترة يمكن أن تقوم إسرائيل بعمل شن عدوان جديد ومجازر جديدة تحت أي مسبب من المسببات. لذلك جزء رئيس، وأنا أعتقد أن ويليام بيرت سوف يقوم من وجهة نظره حسب ما يعني ما سرب من بعض التحليلات الأمريكية خلال الساعات الماضية، أن هو هناك جولة أخرى يمكن أن يضغط بها للوصول إلى تغيير في هذا الموقف.
عبر مزيد، وده اللي بحكيت عنه او طلبت بيه مصالح المقاومه في فلسطين، بان يكون هناك ضمانات حقيقيه لعدم تكرار عدوان اسرائيلي من جيش الاحتلال على القطاع مره اخرى. النقطتين الثانيين اللي خاصه بعمليه الاسرى الحوالين 33 ان يكونوا عباره عن احياء وليس من القتلى الاسرائيليين اثناء التبادل كما تصير، اعتقد ان النقطه يمكن الاتفاق عليها. النقطة الثالثة وهي النقطة الأكثر أو الجزء الأعلى شوية في الأهمية، لها علاقة بوقف إطلاق النار في المرحلة الثانية وليست في نهاية المرحلة الأولى، أنا أعتقد برضه يمكن الاتفاق عليه. لكن الأهم في هذا الأمر وهو تعني نتنياهو فيها أن نتنياهو ما زال متمسك بحق دولة الاحتلال بشن أي هجوم حسب الاحتياج. هذا الأمر لابد أن يتم الضغط عليه حتى يكون الاتفاق بوقف إطلاق النار ملزم ودائم، حتى يتم إعادة تهيئة الوضع داخل قطاع غزة. قطاع غزة يحتاج إلى سنوات لإعادة الإعمار مرة أخرى. هناك جهود أنا أعتقد أن القاهرة تقوم عليها في اليوم التالي مباشرة من وقف العدوان، لا علاقة بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني الفلسطيني. هناك محاولة أن تديها القاهرة كانت في أغسطس قبل أشهر قليلة من 7 أكتوبر في دعوة الأمناء العامين المساعدين للفصائل الفلسطينية في العالمين لمحاولة الاتفاق على صيغة فلسطينية موحدة لإعادة ترتيب البيت من الداخل. أنا أعتقد أني هيصبح على أجندة الدولة المصرية بحكم دولة الجوار، بحكم الاهتمام الدولة المصرية بالقضية الفلسطينية، أن يكون جزء رئيسي على اليوم التالي هو إعادة ترتيب البيت الفلسطيني. لذلك هناك أجندة ضخمة لابد أن يتم العمل عليها. ده يمكن أنا أبدأ في هذه الأجندة على مستوى الإعمار، إعادة الإعمار، على مستوى إعادة النازحين، على مستوى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، وفي لحظة ألاقي نتنياهو يتخذ قرار بعدوان جديد على قطاع غزة. لابد أن يكون هناك إلزام بهذا الأمر. لذلك هذه النقطة تمسك نتنياهو شخصياً بها لمحاولة إفشال المبادرة، إفشال الاتفاق بمزيد من المكاسب الوقت والأرض لمحاولة تاني البحث عن انتصار زائف هو سوف يصل إليه نتنياهو في نهاية هذا المشهد. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من القاهرة الأستاذ أحمد كامل البحيري الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على وجودك معنا. هدد رئيس مجلس إقليمي إسرائيلي بالانفصال عن إسرائيل بإقليمه القريب من الحدود اللبنانية على خلفية تصاعد التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية. وأعرب رئيس المجلس الإقليمي لميتا أشير موشي دافيدوفيتش عن شعوره بالإحباط من عدم قدرة الحكومة الإسرائيلية على حماية مواطنيها في الشمال، مؤكدا أن المستوطنين التابعين للإقليم لا يريدون أن يكونوا جزءا من دولة لا تهتم بأمن مواطنيها. نناقش هذا التطور مع ضيفنا من رام الله الأستاذ مراد حرفوش الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أستاذ حرفوش، يعني هذا تطور كبير ولافت في هذا التوقيت. بكل تأكيد تطور كبير، وجزء من الخلاف الموجود في الشارع الإسرائيلي وجزء من الخلاف الموجود في المؤسسة الإسرائيلية. لذلك اليوم كان تصريح رئيس الإقليمي المستوطنات في الشمال كان لافت، وأيضا كان نوعي في هذا التصريح، لأنه أصبح لدى يعني رئيس هذا الإقليم والعديد من القطاعات في داخل المجتمع الإسرائيلي يشعرون بالإحباط من طريقة إدارة هذا العدوان واستمرارية هذه الحرب على الشعب الفلسطيني، في ظل يعني أصبح الجميع يدرك بأن نتنياهو ذاهب بهذه الحرب إلى يعني أمد غير معلوم، وهذا إرهاق لدى المستوطنين في خاصة في منطقة الشمال الذين منذ اليوم الأول لهذا العدوان هم في مناطق يعني بعيدة عن هذه المستوطنات، وأيضا أصبحوا يشكلون يعني حال هذه الحرب تشكل لهم حالة إرهاق وأيضا حالة إحباط، لأن لا يوجد في الإطار المنظور قرب يعني لعودتهم إلى مستوطناتهم أو قدرتهم على قدرة دولة الاحتلال توفير هذه الحماية. لذلك أصبح رئيس مجلس المستوطنات في الشمال يدرك بأن يعني أكثر من 300,000 مستوطن هناك يشكلون عامل ضاغط عليه بشكل شخصي، لذلك أراد أن يقول أنه باستطاعته أن
يعني إذا لم تستطع نتنياهو توفير هذه الحماية، يريد دولة توفر حماية لذلك، هي جزء من الخلاف وجزء من الضغط أيضا على نتنياهو في ظل أيضا هذه المسيرات والمظاهرات التي تجوب الشارع الإسرائيلي، التي تطالب نتنياهو بالانتهاء من هذه الحرب، وأيضا تطالب نتنياهو بالوصول إلى صفقة، وفي ظل هذا الشرخ الموجود ما بين المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية في المجتمع في دولة الاحتلال الإسرائيلي، وباعتقادي بأن ستشهد المستقبل القريب كثير من هذه التصريحات التي تطالب نتنياهو بتوفير الحماية بقصد أن، لكن هذه التصريحات أستاذ حرفوش الآن ترقى إلى درجة الانفصال، يعني هل يمكن أن تنفذ، أن تلقى آذانا صاغية أو خطوات للتنفيذ أو مطالبات على مستوى أوسع بتنفيذ مثل هذه الطلبات التي تمس كما تفضلت أكثر من 300 ألف مستوطن إسرائيلي؟ يعني هي وسيلة طاغية على نتنياهو، لا تستطيع أن يكون هناك مطالبة بأن يكون هناك دولة أخرى في منطقة الشمال، وإنما هي وسيلة للضغط على نتنياهو لضرورة توفير هذه الحماية، وأيضا ضرورة توفير الهدوء بالدرجة الأولى، يعني لأنه ما يجري أكثر من 7 أشهر ومهددين بعدم توفير هذا الأمن، وأيضا هم مهددين بعدم توفير الحماية لهم، لذلك ما يجري في منطقة الشمال لا يقل خطورة وسخونة من المواجهة في قطاع غزة، لذلك المستوطنين اليوم أصبحوا يعتبرون نتنياهو عبئا عليهم، واستمرارية هذه الحرب أصلا تشكل عبء على 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 هذه المستوطنات، لذلك هم يطالب أن تكون هذه، يعني هذه الرسالة كانت من أجل الضغط على نتنياهو لتوفير الحماية لهم، وأيضا بضرورة إعادة إدارة هذه الحرب، وباعتقاد نتنياهو يتلاعب أيضا في كل ما يجري فيما يتعلق في الحرب على قطاع غزة، وليس في منطقة أيضا في المستوطنين الذين يشكلون حماية وجزء من الائتلاف الحكومي، لكن هو لا يأبه إلا إذا إلى مقع إلى لكن أستاذ حرفوش، يعني هذا التطور يأتي ربما متزامنا مع ما يحدث في مستوطنات ما يسمى بغلاف غزة، وكثير من هذه المستوطنات الآن خالي من السكان أو على الأقل غير قادر على استيعاب السكان الذين كانوا موجودين فيها قبل 7 أكتوبر. فضغط إذن من شمال إسرائيل وضغط من غلاف غزة يتزامن على حكومة نتنياهو، هل يمكن أن تكون ورقة ضغط حقيقية على نتنياهو، أم أنه سيكون في النهاية غير آبه بمثل هذه الطلبات أو مثل هذه الضغوط؟ لا، هي ورقة ضغط حقيقية، لأن جمهور نتنياهو جمهور مستوطنين، و هو بدأ يفقد هذا الجمهور، وبدأ يشعر بأن البساط ينسحب من تحت اللحظة، لم يشكلوا ضغط حقيقي هذا الجمهور لنتنياهو، لأنه هو الائتلاف الحكومي، لأنه لا ما زالت في إطار التصريحات ولم ترتقي إلى الاحتجاجات الحقيقية لنتنياهو، بس أعتقد يعني الأيام القريبة القادمة ستشهد تطور في موضوع الاحتجاجات إذا استمرت وطارت من طارت هذه الحرب، وأصبحهم يعني في حالة لم يستطيعوا القدرة على الصمود أكثر من ذلك، لأن حالة أوضاعهم ليست على صعيد أيضا الحماية الأمنية، وأيضا على صعيد يعني توفير أوضاعهم الاقتصادية التي أصبحت تشكل إرهاق للموازنة دولة الاحتلال الإسرائيلي. وإذا لاحظنا تصريح سموتريش، هو يطالب بكرسنة المقاصة الفلسطينية من أجل معالجة الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها دولة الاحتلال نتيجة هذه الحرب، ونتيجة أيضا هذا التمويل الكبير الذي يوفره سموتريش، لأنه هو يمثل وزير للمستوطنين وللمستوطنات الموجودة سواء في جنوب قطاع غزة أو في منطقة الشمال، وهو ابن غفير وأيضا معسكر هذه المستوطنين الذين يشكلون جزء كبير من موازنة هذه الحكومة لتوفير متطلبات المستوطنات والمستوطنين، لذلك باعتقادي بدأت الأمور تزيد عن يعني مسألة الخلاف، لذلك جاء هذا التصريح متزامن للظروف التي أصبح تمر فيها المستوطنات والمستوطنين في منطقة الشمال، وباعتقادي ستشهد الأيام القريبة القادمة مزيدا من الاحتجاجات والضغط على نتنياهو، وأيضا على من يمثلون هؤلاء المستوطنين في الكنيسة الإسرائيلية أو في الائتلاف الحكومي، لذلك هذا الاحتجاجات قد تكون لحد هذه اللحظة
ترتقي لمستوى التصريحات، لكن إذا استمرت وطالت عمر هذا الحرب ستشهد خلافات تتعلق في القاعدة الجماهيرية لسلطة بن غفير، وأيضا نتنياهو الذين ما زالت هذه الحكومة تمثل حكومة المستوطنات والمستوطنين. لذلك باعتقادي ما جاء اليوم هو تصريح نوعي ولافت في ظل يعني محاولة نتنياهو التصريح بأن هو أصبح على مرمى حجر في قدرته على تحقيق نصر على المقاومة الفلسطينية على حركة حماس، وأن ما يجري في قطاع غزة أصبحت يعني القضاء على حماس أو القدرة على تحقيق أهدافه السياسية يعني قريبة جدا. لذلك باعتقادي نتنياهو يحاول الإطالة والمماطلة والتضليل في هذه التصريحات، ولكن الجميع أصبح يدرك بأن نتنياهو يستمر ويريد إطالة عمر الحرب من أجل أهدافه السياسية التي أصبحت معلنة هي ليست أهداف تتعلق في دولة الاحتلال، وإنما تتعلق بأهدافه الشخصية كيسعى لتحقيق يعني مكاسب تتعلق ببقائه على كرسي رئاسة الوزراء، وإطالة عمر هذا الحرب من أجل عدم ملاحقة نتنياهو فيما يتعلق بإخفاقه السياسي والعسكري، وأيضا مع عدم ملاحقته في القضايا التي كانت تلاحقه في محكمة العدل الإسرائيلية. أستاذ حرفوش، في المقابل هيئة البث الإسرائيلية قالت إنه تم تجنيد 30 من اليهود المتدينين المعروفين باسم الحريدم في الخدمة الإلزامية في شرطة الحدود، وهذا أمر لافت لأن هذه الفئة من الإسرائيليين كانت رافضة تماما للانضمام إلى أي مؤسسة عسكرية، ربما هدد كبيرهم بالخروج من إسرائيل إذا اقتضى الأمر. هذا تطور لافت أن ينضم بعضهم الآن إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، هل تعتقد أن هناك اتفاقا ما حدث معهم، أم أن هذا كسر لجمود حدث في موقف الحريدم من المشاركة في العمل السياسي أو العمل الأمني الإسرائيلي، أم أنه مجرد فئة قليلة منهم وافقت وانضمت؟ لا أعتقد يعني من يمثل الحريدم، وكان هناك تصريح واضح بأن إذا فرض عليهم التجنيس سنرحل من دولة الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت قبل شهر يعني أو أقل من شهر المظاهرات التي جابت العديد من شوارع المدن المدن الإسرائيلية في رفضها لموضوع قانون تجنيد الحريديم. لا أعتقد أن هذه تشكل حالة إجماع لدى الحريديم، وإنما فئة بسيطة لا تشكل حالة قرار جامع لديهم. لذلك هذه يعني ما زالت الإشكالية قائمة، وما زاد الخلاف مؤجل ومرحل لعديد من الأسباب. لكن إذا فرضت على قانون للحريديم للتجنيد باعتقادي يعني ستشكل يعني ضربة قاتلة لهذا الائتلاف الحكومي، الذي أيضا سومطرة شوبن غفير وغيرهم من الوزراء يرفضون قانون التجنيد، وهذه إشكالية أيضا مستمرة في إطار عمل هذه الحكومة والائتلاف الحكومي وأيضا الكابينت الإسرائيلي. لكن باعتقادي ما تم تجنيدهم هو بشكل فردي، لا يمثلون يعني القاعدة الحريديم أو من يمثلون الحريديم سواء في المجتمع الإسرائيلي بشكل عام، لأنهم يمثلون أكثر من 13%، وهناك يعني إشكالية قديمة جديدة فيما يتعلق في العلاقة ما بين الحريديم وقانون الحريديم وموضوع التجنيد. لكن هذا يشكل حالة فردية لا تشكل حالة إجماع، والعلاقة متشنجة ما بين الحريديم وهذه الحكومة، لأن يعني المعسكر الآخر لنتنياهو يطالب بالمساواة بين المواطنين الإسرائيليين، ولكن الحريديم ما زالوا يمثلون حالة استثنائية في موضوع التجنيد، والعلاقة ما بينهم وبين المؤسسة العسكرية أو المدنية في دولة الاحتلال الإسرائيلي. لذلك ما يتم هو أيضا في إطار أزمة الترحيل وليس في إطار أزمة الانفراج ما بين الحريديم وحكومة نتنياهو. ضيفنا من رام الله الأستاذ مراد حرفوش، الكاتب والباحث السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أشكرك جزيل الشكر. شكرا.
التغطية إذن مستمرة على شاشة القاهرة الإخبارية لما يحدث في الشأن الفلسطيني. سعدت بصحبة حضراتكم أحمد بشتو. بعد لحظات ينضم إلينا الزميل خالد عاشور في استكمال لهذه التغطية المستمرة. شكرا لكم. Sheltering in and around Rafah.